باعتماد التواصل، بما انه السيد مختار تليلي مدير فني لاصناف الشبان ضمن النادي، وصولا الى ميشيل دو كاستيل اللي معه هو حاليا الترجي ضمن فتره ايجابيه، 5 انتصارات متتاليه والبحث عن الانتصار السادس. وطيبه من القدوين، فرصه التعادل، فرصه التعادل جميله جدا، جميله جدا من القدوين اكرام، جميله جدا، مراوغه اولى ثم ثانيه ثم الهدف، هدف التعادل، هدف التعادل من الملعب التونسي بعد محاوله فيها الجرعه شيء كثير من اللاعب الغالي غودوين اترام امام بدره، امام اشعادي، امام شكري الواعر، ايضا يلقى الامكانيه لمغالطه حارس المنتخب وحارس الترجي. والعرض البطيء، العرض البطيء لهدف التعادل من الملعب التونسي اللي يرجع بعد 20 دقيقه لعب تقريبا في شوط المباراه الثانيه. ايقاع مرتفع جدا ياتيكم من ملعب الشيخ زيزل